السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ستة ان شاء الله هناخد الجرامر التاني الموجود معانا في الوحدة الاولى، وهي ظروف التكرار adverbs of frequency. طيب حابة ابدأ من الاخر للاول، يعني هبدأ بالسؤال الاول وبعد كده نعرف ازاي بنجاوب عليه. السؤال اللي اول ما اشوفه اعرف ان انا هجاوب بظروف التكرار او هجاوب حاجة تانية هنعرفها دلوقتي، اللي هو how often. how often معناه كم عدد المرات. how often بيجي وراه do لو انا هتكلم فاعل جمع، ويجي وراه does لو انا هتكلم فاعل مفرد، بعديها بيجي الفاعل اللي هو he و she و it we و you و they، بعدها بيجي infinitive يعني فاعل في المصدر. ليه جه فاعل في المصدر معانا في السؤال؟ عشان موجود معانا do او does في السؤال، بعد do و does بيجي الفاعل في المصدر، بعدها بيجي باقي السؤال. طيب انا اول ما شفت هاو اوفن عرفت ان انا كده هجاوب بظروف التكرار. نجاوب ازاي وايه هي ظروف التكرار؟ تعالوا بقى نبدا من الاول. عندي ظروف التكرار يعني ذاكر لكم ستة من ظروف التكرار. هي بستخدمها قبل الفعل ولكن بعد بي، يعني بعد بي للتحدث عن كم مرة يحدث الفعل ولا تؤثر على الفعل، هي مش بتأثر على الفعل أبدا. طيب مين هم ظروف التكرار؟ عندنا always اللي هي دائما، ودي النسبة بتاعتها 100%. يعني ايه 100%؟ يعني حاجة بعملها دايما دائما، حاجة كل يوم بعملها. عندي كده usually ودي بديها اللي هي معناها عادة، ودي بديها نسبة 90%. عندي كمان غالبا often ودي بديها نسبة 70%. عندي كمان sometimes احيانا، دي 50%، يعني ايام اعملها وايام لا، يعني مش دايما، ممكن اعملها او ممكن لا. عندي rarely، ودي كانت في منهج ستة القديم كان اسمها hardly ever، وكانت نسبتها 5%. وعندي كمان never دي 0%، ودي حاجة عمري ما عملتها. تمام، يبقى ظروف التكرار اللي هيبقوا معانا في المنهج always معناها دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes احيانا، rarely نادرا، ونيفر اللي هي ابدا. بستخدم ظروف التكرار مع زمن المضارع البسيط اللي احنا بقى خدناه في الفيديو اللي فات، وقلنا ليه احنا رجعوا لنا تاني المضارع البسيط ناخده عشان ظروف التكرار دي. بستخدمه مع زمن المضارع البسيط للتحدث عن العادات والاحداث المتكررة. طيب تعال نشوف مثال كده. we always work hard to find the best urban location، يعني نحن نعمل دائما بجد للعثور على افضل المواقع الحضرية. we جت الفاعل اهو، بعديه جه ظرف من ظروف التكرار، بعد كده الفعل، وبكمل بقية الجملة بتاعتي. we always work hard to find the best urban location، نحن نعمل دائما بجد للعثور على افضل المواقع الحضرية. ممكن اقول كمان مثال I often go shopping with my sister، انا يعني غالبا بذهب للتسوق مع اختي. طيب لو انا استخدمت بقى verb to be هقول ايه؟ she is never late، يعني هي عمرها ما تأخرت، هي لم تتأخر أبدا، متأخرش بقى على مدرستها، متأخرش على شغلها. طيب he never eats fish، هنا بقى لو استخدمنا المضارع البسيط، بصوا بعد never احنا اتفقنا مفرد، يبقى مفرد زيادة حرف الاس، يعني الفعل بتاعي هنا هنضيف له اس، فده never مش هتأثر خالص على الفعل، بحط له الاضافات بتاعته اللي محتاجة. اقول he never eats fish، هو لا يأكل السمك أبدا. طيب يبقى كده انا السؤال بتاعي how often كم عدد المرات ممكن استخدم في ظرف من ظروف التكرار. هل في نوع تاني من الاجابة ممكن اجاوب على سؤال زي ده؟ ممكن اذكر عدد المرات، ودي بقى هنا ممكن استخدم بعض تعبيرات الوقت للتكلم عن عدد مرات فعل شيء ما. ممكن مثلا يعني حد بيسألني كده انت عمرك رحت المدرسة متأخر؟ اقول له لا انا عمري ما رحت المدرسة متأخر، او ممكن اقول له يعني احيانا بروح المدرسة متأخر. طيب ممكن اجاوب عليه بايه تاني؟ اقول له مثلا مرة رحت متأخر، مرتين رحت متأخر، ثلاث مرات، او مثلا بسأل ولد
انت يعني بتلعب كم مرة كورة في الأسبوع؟ ممكن يقول لي أنا دايما بلعب كورة، وممكن يقول لي أنا بلعب مثلا 3 مرات في الأسبوع، 4 مرات في الأسبوع، مرتين في الشهر، مرة في الشهر، 3 مرات كده. فممكن ايه يذكر لي عدد المرات. فهنا بقى ايه عدد المرات؟ تعالوا نعرفها مرة واحدة، اسمها once. once يعني عايزة اقول مرة في اليوم، هقول once a day. مرة في الأسبوع once a week، مرة في الأسبوع. طيب مرة في الشهر once a month، مرة في السنة once a year. طب عايزة أقول مرتين، مرتين اسمها twice. twice مرتين، مرتين بقى في اليوم، مرتين في الأسبوع زي ما قلنا على once. يبقى مرة واحدة اسمها once. once مرتين، twice twice twice، هما دول اللي هنحفظهم. الباقي بقى كله شبه بعض. 3 مرات 3 times، 4 مرات 4 times، 5 مرات 5 times. وابدا بقى ياخد الارقام كده بالتسلسل، ومعاها كلمه times. هي بس مره ومرتين هي المختلفين، once مره وtwice مرتين. طيب ممكن اقول حاجه تانية برضو، انا بسالك تقولي مثلا كل يوم، كل يوم تغسل وشك كم مره؟ تقولي كل يوم every day. every day ممكن حاجة تانية تقولي كل شهر every month، كل أسبوع every week، كل سنة every year. تمام؟ فهنا ممكن أستخدم برضو every معها يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. طيب يبقى كده عندي طريقتين للإجابة على سؤال how often، يا إما بظروف التكرار، تمام، always usually often sometimes rarely never، وممكن استخدم كمان اللي هي تعبيرات الوقت once twice three times every day every month every year. طيب تعالوا نكمل. تعالوا عندي هنا بقى أمثلة. نقول we collect data a few times a month، يعني نحن نجمع البيانات عدة مرات في الشهر. she eats fish twice a week، هي بتاكل سمك مرتين في الأسبوع. she eats fish twice أويك، يبقى كده استخدمت حاجة تانية. طيب أو علي and his brother go to the club every Friday، علي وأخوه بيروحوا النادي كل يوم جمعة. طيب سؤال التكرار بقى اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو how often ده، تعال نشوف برضو أمثلة عليه. how often do you play football on Fridays، كم مرة انت بتلعب كرة قدم أيام الجمعة؟ ممكن أقول له I always play football on Fridays. I always play football on Fridays. أنا دايما بلعب كرة قدم أيام الجمعة. ممكن أقول له every Friday، كل يوم جمعة. ممكن أقول له I play football every Friday، يعني أنا بلعب كرة كل يوم جمعة. How often do she visit her cousin، يعني كم مرة هي بتزور بنت عمها؟ قول she visits، استخدمنا هو المضارع البسيط مفرد زيادة حرف الاس. she visits her cousin every week، هي تزور بنت عمها كل يوم جمعة. وكده خلصنا ظروف التكرار، سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، بس هي عايزة تدريبات. تدريبات طبعا انتوا كلكم معاكم كتب خارجية، فهتلاقوا فيها تدريبات كتير. يعني شايفة الناس بتسأل فين التدريبات، يعني انا حابة ان انا اشرح لكم بس الجرامر كده، والتدريبات هتلاقوها في الكتب بتاعتكم. كل واحد معاه كتاب، اول ما يسمع بقى شرح الدرس كده يروح يطبق على الكتاب، يروح يطبق من الكتاب. ولو ان شاء الله يعني لقيت تدريبات كتيرة ممكن اضيفها، ما فيش اي مشكلة. كده خلصنا الجرامر بتاعنا، وخلصنا جرامر الوحدة الاولى، ما فيهاش جرامر تاني، هو بس المضارع البسيط وظروف التكرار. واشوفكم ان شاء الله مع جرامر الوحدة التانية. بشكركم جدا، سنة ستة ابطال، سنة ستة يعني اللي هم عزيز على قلوبنا جدا، واللي وصلوا لليفل الوحش خلاص كده. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.